في إطار في الغرفة الوطنية في لاحة. صباح الخير سيدي وشكرا على قبولكم دعوتنا. صباح النور وشكرا لكم على هذه الدعوة. أهلا بك. كما يلتحق بنا من ولاية واتسوف يوسف مرخوفي رئيس المجلس لمجلس المهني لشعبة البطاطا لولاية وادي السوف. أهلا بك سيدي صباح الخير. أهلا بك سيدي صباح النور. إذن معك أستاذ يوسف مرخوفي البداية، يعني أسعار البطاطا تسجل أرقاما قياسية في الأسواق المحلية في العديد من ولايات الوطن، ربما الأسباب الحقيقية، هل حقا المضاربة في مادة البطاطا وتخزينها الغير الشرعي هو سبب ارتفاع هذه الأسعار، أم ربما تأخر في الإنتاج أو أسباب أخرى ربما تطلعنا عليها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ بالبدء وأشكر قناة النهار على هذه الاستضافة الطيبة، وأحيي كل إخواننا الفلاحين عبر كل تراب وطني، وخاصة فلاحين يعني ولاية الوادي حقيقة اللي راهم يبذلوا في جهد كبير في هذا الظروف في هذا الأجواء. بالنسبة لسؤالك أخي، بالنسبة للمضاربة، هناك مضاربة حقيقية. البطاطا يعني إذا كنا نهضر بصراحة، البطاطا ما زالت موجودة والدولة عندها مخزون اللي حقيقة يغطي الارتفاع الأسعار هذا، وهناك يعني احتكار كذلك بعض التجار السماسرة اللي راهم يحتكروا حقيقة اليوم في هذا المنتوج هذا. مع العلم هم انتهزوا الفرصة هذه، فرصة انتهزوها يعني في كل الولايات الوطن اللي حاليا راهي كلها تشرع في غرس البطاطا. هناك نقص حقيقي، لان اعطيك مثلا ولايه الواد، اليوم راهي في شاعه في زراعه البطاطا. اليوم رانا لحد الان رانا نزرعوا، في الفلاحين راهم يقوموا بعمليه الزرع وكل يعني تقريبا جل الولايات، ولكن هذا الناس اللي راهم يضاربوا على كل حال، هذو الناس اللي راهم يضاربوا استغلوا المخزنين، بعض المخزنين ولا اقول كل المخزنين، لان هناك شرفاء وهناك طيبون، بعض المخزنين استغلوا هذا الظرف. يعني هم يعرفوا جيدا ان الجزائر راهي حاليا كل الولايات راهي تزرع في ماده هذه، مع كذلك احتكار بعض التجار للأسف شديد. نعم نعم أستاذ، ربما يوسف السؤال الذي يطرح أيضا، يعني خريطة تنقل المنتوج، منتوج البطاطا من المنتج اللي هو الفلاح إلى المستهلك تمر بعدة مراحل، ربما الوسطاء اليوم والدخلاء كما وصفهم ربما رئيس الجمهورية في آخر حوار له هما السبب الرئيسي في المضاربة في أسعار مادة البطاطا. يعني في رأيكم من أجل تفادي هذا السيناريو مستقبلا، وخاصة أننا مع موسم الدخول الاجتماعي وانطلاق ربما الموسم الدراسي، الأعباء يعني المالية لدى الأسر يعني زادتها ارتفاع المواد الاستهلاكية والمواد يعني خضر والفواكه التي عرفت ارتفاع كبير. في رأيكم ما هي السياسة التي يجب انتهاجها من أجل تفادي مثل هذه السيناريوهات مستقبلا؟ والله يا أخي، على كل حال هناك يعني عدة أسباب، وطريقة تاع التنقل هذا كما قلت أخي أنك أسلف قلت، الطريقة تاع تنقل المادة هذه من الفلاح إلى بائع الجملة إلى بائع التجزئة، هناك حقيقة نقص في الأسواق، أسواق الجملة. مثلا أعطيك مثلا، هنا في ولاية الواد يعني تلقى عدة مناطق لبيع البطاطا، ما عندناش سوق جملة اللي معروف أن تتلاقى فيه الناس كل هذا. من جهة هناك البيع العشوائي، تنقل الشاحنات مباشرة إلى المزارع يعني لشراء هذه المادة، وهما يشروها يعني هما كاين بعض التجار يعني اللي يزيدوا في الأسوام هذه، يعني بالرغم أن الفلاح يبيعها بأسوام معقولة ولكن التجار يزيدوها. يعني أنا أرى من هنا يجب أن تكون هناك أسواق جملة منظمة مفوترة لكي نخرج يعني من هذه المضاربة بإذن الله سمع العليم. نعم استاذ مرخوفي، ساعود اليك بعد قليل. تحول الاستاذ حميد برنامي هنا في الاستوديو، وهو اطار بالغرفه الوطنيه للفلاحه. انتم كهيئه منظمه ولديكم اتصال مباشر مع الفلاحين والمنتجين لهذه الماده، ربما ما هو واقع انتاج ماده البطاطا خلال هذه الفتره والذي اثر بالسلب على اسعارها والتي وصلت الى مستويات قياسيه؟
شكرا لكم، شكرا لقناة النهار على يعني تناولها هذا الموضوع اللي يعني نعتبره موضوع مهم ويخص كل الجزائريين. بداية أخي الكريم، حبذا لو نعرج قليلا على وضعية القطاع الفلاحي في الجزائر. العام والخاص يعرف ويعلم أنه القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد تقريبا اللي واجه أزمة الكوفيد، وكل المهنيين وكل مؤسسات الدولة كانت مرافقة لهذا العملية، ويعني كان هناك إنتاج جد وفير في ظل ظروف كانت جد صعبة يعرفها العام والخاص. الجزائر أعيد وأكرر مرة أخرى تنتج سنويا فيما يخص فقط الخضروات أكثر من 150 مليون قنطار. هذه الكمية أخي الكريم كل المواطنين يعرفوا بأنه بالأمس القريب كان المواطن أو كان المهني إن صح التعبير ما يلقاش حتى وين يبيع المنتوج تاعو تاع البطاطا، وصل إلى 5 دينار، وكانت كل تقريبا الخضروات على هذا المنوال. بالأمس القريب القطاع الفلاحي واجه قلت منذ سنتين، منذ يعني ظهور جائحة الكورونا اللي مست كل اقتصادات العالم، وواجه الأزمة ويعني دار أو يعني وظف تحت تصرف المواطن المنتوج الفلاحي كميا ونوعيا. الآن عودة إلى هذا السؤال، وكنت نتمنى يكون يعني ممثل وزارة التجارة حاضر. نعم، وكان المفروض أن يكون معنا لكنه اعتذر يعني في الدقيقة. نعم، هو يعني معني كثيرا مني ومختص أكثر مني في هذا المجال تاع يعني التوزيع إلى آخره، ولكن كقطاع فلاحي نقدر نتكلم لك على يعني منظور الشعبة. ماذا نعني بكلمة شعبة؟ ربما هي كلمة بسيطة ولكن يعني تحمل في طياتها أمور جد معتبرة وأمور جد مهمة. لما نتكلم على شعبة ما، كانت شعبة بطاطا أو شعبة ثوم أو شعبة يعني أي منتوج فلاحي، هذا يعني أنه كل الحلقات لابد أن تكون يعني أنارموني، لابد أن تكون مترابطة فيما بينها، لابد أن يكون هناك تنسيق، لابد أن تكون هناك رقمنة يعني من أجل التحكم في الأرقام والتدخل في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. ما يحدث حاليا في هذه الشعبة هذه، ونعود لك إلى حتى الآية فبأي حديث بعده يؤمنون، لما نلاحظ يعني أمر كما هذا 12,000 قنطار مخزنة في بطريقة فوضوية، بطريقة غير شرعية، بطريقة غير معلن عنها، وبدون تنسيق مع مدير المصالح الفلاحية وحتى مع وزارة الفلاحة، هذا ينذر أو يبين أنه تدخل السيد رئيس الجمهورية مؤخرا عندما قال يعني ربما دولة تسمح في أمور، ولكن لما يتعلق الأمر بالمضاربة في أمور في مواد أساسية لا دخل لها لا بلابورس مونديال ولا دخل لها بأي أمر آخر، هذا أمر نعتبره يعني أمر خطير، أمر جد سلبي، يؤثر على القطاع الفلاحي، يؤثر على السلوك، ويؤثر حتى على المستهلك. الإنتاج أخي الكريم متوفر، ما كان حتى فرق بين الموسم الماضي والموسم هذا. نعم. ما عدا بعض الظروف الخارجة عن نطاق لا تعود لمسؤولية أي كان، لا إلى وزارة التجارة ولا إلى وزارة الفلاحة. الجفاف اللي عرفوا البلد منذ سنتين أثر كثيرا في منسوب المياه، جائحة الكورونا وغياب يعني المناطق الاستهلاك الكبيرة يعني لي بوان دو كونسوماسيون دو ماس، هذا خلى الفلاحين في السنوات الماضية يديروا إنتاج وفير جدا لحقت حتى وين ما كانش وين يستهلك. نعم أستاذ حميد، ربما ذوك المشاهد يسمع يقول لك أنه ما كانش في أي اضطراب في الإنتاج، لكن الأسعار وصلت إلى سقف. يعني هل اليوم يعني السلطات المختصة والمشرفة على هذا الأمر لماذا لم تبادر إلى إخراج ربما المخزونات الاستراتيجية من أجل كسر هذا الأسعار وكبح هذا الارتفاع الغير معقول؟ ربما البطاطا توصل لحدود 100 دينار جزائري، يعني 10,000 دينار جزائري، يعني فاق قدرة الشرائية للمواطن، وهي مادة أساسية لا يستغنى عنها في الحياة اليومية للمواطن البسيط. ربما لماذا صار هذا الجدل؟ يعني الخلل يتجاوز وزارة الفلاحة، الخلل إن صح التعبير يتجاوز حتى منظومات أو نظام الضبط اللي وضعته يعني وزارة الفلاحة وضعته الدولة الجزائرية، نتكلم من صح التعبير. لماذا؟ لأنه شئنا أم أبينا أن هذه المضاربة هذه لم يتحكم فيها إلى حد الساعة. هناك مضاربين، هناك عدة دخلاء، هناك عدة متدخلين بين المنتج وبين المستهلك النهائي، اللي الدولة للأسف الشديد أو وزارة التجارة أو حتى وزارة الفلاحة مازال ما تحكموش بالضبط في هذه نقطة الضعف. النهار اللي تولي يعني شعبة مهيكلة جدا وتكون هناك رؤية واضحة ويكون هناك ربط وتنسيق جيد بين مختلف الفاعلين، نقدروا يعني نقلصوا قدر المستطاع بين المنتج وبين المستهلك النهائي. هذا هو يعني نقطة الضعف.
الامر لا يعود الى يعني اجهزه الضبط اللي وضعتها وزاره الفلاحه تحت التصرف او نعم. من اجل ضبط هذه المواد الاستراتيجيه. واضح. اعود الى استاذ يوسف مرخوفي رئيس شعبه البطاطا لولايه الوادي. استاذ، ربما الان هل انطلق موسم الزراعه ماده البطاطا او موسم الحصد؟ يعني واقع اليوم انتاج ماده البطاطا في واد سوف التي تعتبر اليوم قطب للانتاج وطنيا وتغطي يعني اسواق كبيره جدا من هذه الماده. على كل حال انطلاق موسم الزرع انطلق يعني منذ 25 جويلي او 20 جويلي، انطلقنا يعني مبكرا سنة يعني البطاطا، وين الدولة حقيقة تعول على ولاية الواد، تعول عليها يعني في هذا على في هذا المنتوج هذا. ولاية الواد اللي تعتبر يعني قطب بامتياز في هذه المادة، هذه مادة البطاطا. انطلقوا الفلاحين حقيقة، كان هناك تخوف في الأول، كان عندنا تخوف يعني من غلاء البذور، وحقيقة كنا كان الفلاح متخوف أن البذور تجي غلاء كبير. بعد ما شهد يعني الفلاح حقيقة شهدت هل الإنتاج هذا شهد عزوف بعض الفلاحين، أنا نقول ما نقولش بعد كل الفلاحين عزوفهم، راحوا المواد أخرى، راحوا مثل الثوم، راحوا مثل الطماطم، راحوا مثل الكاوكاو، يعني بسبب تدني أسعار البطاطا في السنوات السابقة الثلاثة اللي فاتت، يعني تدنت الأسعار، هذا أدى إلى عزوف بعض الفلاحين. ولكن بحمد الله عز وجل يعني داركت وزارة الفلاحة هذا الفراغ هذا بعد اتصالنا احنا مع المجلس الوطني لشعبة البطاطا، دركنا هذا المشكل هذا، وكان هناك يعني مساعدة معتبرة من وزارة الفلاحة، شاركوا فيها حتى الإخوة يعني كما نقولوا احنا المكثفين تاع البذور، وشارك فيها المجلس الوطني لشعبة البطاطا اللي أعطى دفعة حقيقية من أجل يعني توسع المساحات، ومن أجل يعني مساعدة الفلاحين اللي كانوا راحوا العزوف من سبب يعني جراء تدني الأسعار سابقا. وبالتالي يعني بدينا عملية، بدأت عملية يعني الزرع من تقدر تقول من 20 جويلي إلى اليوم، حاليا راهي مستمرة. اليوم رانا حاليا رانا عندنا تقريبا الإحصاء الأخير أكثر من 25 ألف هكتار راهي مزروعة حاليا في ولاية الواد. ومعنا وكانوا يعني، وأشكر يعني على كل حال المجلس الوطني لشعبة البطاطا اللي حقيقة قدم مساهمات معتبرة، وهذا المساهمة هذا أن أتاح للفلاح أنه يقتني بذور البطاطا يعني بنصف المبلغ، بنصف المبلغ كمساعدة، وبستين دينار وخمسة وستين دينار يعني أجعل الأسعار هناك موافقة، والمبلغ والنصف الآخر أن يستطيع الفلاح أنه بعد الجني مباشرة أنه يقوم بتسديد المبلغ الآخر. هذه العملية كلها على كل حال يعني ساهمت في إنعاش في الفلاح، وساهمت أن تتوسع المساحات. كنا متخوفين حقيقة، أنا كرئيس شعبة كنت متخوف من الموسم هذا، لعل الفلاحين ما يزرعوش، لعل، ولكن جاءت المبادرة هذه، المبادرة طيبة إن شاء الله. واليوم العملية تاع الزرع راهي مستمرة، وبحول الله حتى اللي راهو يضارب في البطاطا، احنا شاهدنا المضاربة، تكلم أخي ضيفك الكريم على قضية المضاربة اللي راهي وقعت في هذا الأسبوع، هي وقعت في هذا الأسبوع لأن البطاطا في الأسبوع الفارط يعني كانت من ما بين 65 إلى 70 دينار، لكن هذا الأسبوع هذا هما يعرفوا المضاربين، ويعرفوا هما حتى هم يعني المخزنين يفهموا باللي هذا لابريود اللي رانا فيها، هذا الوقت اللي رانا فيه، نقوموا احنا كفلاحين أو ك يعني منتجين بالزراعة، وقاموا يعني باحتكار هذه المادة هذه. وبحول الله السميع العليم يعني في أن نبشر يعني كل المستهلكين، أو يعني بحول الله تكون يعني البطاطا في أول نوفمبر حتى لغاية 15 نوفمبر تكون بطاطا الواد موجودة إن شاء الله، وراح نقضوا على هذه المضاربة، ونحن نقضوا على الناس هذا. نعم. أستاذ يوسف مرخوفي، ربما للختام معك، ما هي أهم ربما التحفيزات، ما هي أهم آليات الدعم التي ينتظرها الفلاح في ولاية واد سوف في مختلف الشعب، يعني حتى لا نحصر النقاش في مادة البطاطا فقط، من أجل الرفع أكثر في يعني كمية الإنتاج ونوعيتها، ولما لا الذهاب نحو التصدير، خاصة استراتيجية الدولة العامة وهي الذهاب نحو الأسواق الإفريقية؟
على كل حال كما تلاحظون يعني ولاية الواد أصبحت تشكل يعني محور هام، يعني نريد يعني الدعم الحقيقي وهو فتح المعابر الحدودية، فتح المعابر الحدودية من أجل يعني تصدير الإنتاج الفلاحي اللي خاص بولاية الواد. هناك نقص نوعا ما في المسالك الفلاحية ونقص في الكهرباء، هناك يعني أمور أخرى مثل يعني تسوية العقار الفلاحي. اليوم الفلاحين ينتظروا يعني في تسوية العقار من أجل باش يذهب للتأمين الفلاحي، وإن شاء الله الفلاحين يعني راهم رافعين التحدي، خاصة في هذا الموسم هذا بحول الله سوف نكون إن شاء الله كشعبة وكفلاحين في الطليعة إن شاء الله، وسوف يعني المنتوج تاع البطاطا يكون متوفر يعني لكل المستهلكين بإذن الله السميع العليم. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف مرخوفي رئيس المجلس الوطني لشعبة البطاطا لولاية والسوف على هذه المداخلة، وبالتوفيق في مهامكم. أعود إليك أستاذ حميد برناوي. إذن كما ذكر الأستاذ أنه في جهود تبذل ميدانيا، في إنتاج يحقق سنويا، لكن أين الخلل في التنظيم بين التوزيع والإنتاج وحتى توصل المادة سواء كان خضرة وفواكه إلى المواطن بأسعار معقولة؟ شكرا لك مرة أخرى. قبل ما نجاوبك أخي الكريم على السؤال هذا، بودي نشكر الأخ الزميل المتداخل من ولاية الواد، وبودي كذلك نوضح بعض الأمور أو بعض الترتيبات التي اتخذت من قبل وزارة الفلاحة مؤخرا من أجل تعزيز هذه الشعب الفلاحية بصورة عامة. من بين الأمور التي تم اتخاذها وهي حيز التنفيذ بداية من 1 أكتوبر بإذن الله، يعني من هذا اليوم، فيما يخص مثلا تدعيم المواد الأولية، تمت إعادة النظر في السعر المرجعي لكل المواد الأولية التي تخص الإنتاج الفلاحي، من أسمدة، من بذور، من مواد أولية. كذلك فيما يخص شعبة البطاطا أو يعني ضبط الإنتاج الفلاحي، كذلك وزارة الفلاحة عاكفة حاليا من أجل إعادة النظر وتعزيز أنظمة أو جهاز ضبط المنتجات الاستراتيجية، على رأسها الثوم، على رأسها مادة البطاطا، على رأسها كل المواد الاستراتيجية التي تخص المواطن بصورة إيجابية. يعني حوصل لهذا الكلام الأخ الكريم أنه الدولة الجزائرية عاكفة وصهرة دائما من أجل يعني تحقيق الأمن الغذائي، من أجل الاستجابة إلى كل متطلبات الشعب الجزائري. صحيح. وحتى أجيبك على هذا السؤال أخي الكريم، للأسف الشديد قلت لك دائما يخص يعني وزارة التجارة فيما يخص تنظيم الأسواق إلى آخره، ولكن هذا ما يمنعنيش باش نقول بلي أنه هناك جهود جبارة من أجل محاربة هذا المضاربين، من أجل تقنين عملية هذه العمليات أو هذه الحلقات التي تربط الشعب الفلاحية بصورة عامة منذ بداية الإنتاج إلى حتى وصول المنتج النهائي أو المنتوج النهائي إلى المواطن. هناك عدة تدابير، هناك عدة قرارات، هناك عدة قوانين سيتم يعني وضعها حيز التنفيذ، ومن بين الأمور أو أبسط دليل هو هذه العملية اللي قامت بها يعني كل الوزارات المعنية على رأسها يعني الأمن الوطني اللي راهم مشكورين، من أجل يعني إيصال الضوء إلى المواطن أنه في ظل كل الظروف اللي يعيشها الوطن، في ظل هذه الأزمات، في ظل أزمة الكوفيد، في ظل الجفاف، يجيك مواطن مسلم ويقوم بعملية كهذه، وربما يكون العدد أكبر، هذه ما هي إلا عينة فقط، نتأسفوا لهذا الأمر هذا. ممارسة. عملية التجارة عملية شريفة، الرسل والأنبياء يعني كانوا تجار قبل ما يكونوا أنبياء ورسل. دونك ندائي لهذا الأشخاص هذو يكفوا على هذه الأعمال السلبية اللي تأثر بالاقتصاد الوطني، تأثر بالاستقرار تاع الوطن. نقدم التطمينات للأخ المواطن الجزائري أنه الدولة ما تسمحش فيك، وكل وزارة عاكفة على تحقيق المتطلبات تاعك، شيئا فشيئا بإذن الله بتضافر كل الجهود سنصل إلى المبتغى. حتى ربما هذه الفترة لن تدوم طويلا، ربما لن تدوم حتى المواطن. رانا احنا نوصلوا الرسالة للأخ المواطن، المواطن ربما راه فاهم أكثر منا وراه على وعي، راه على وعي المواطن الجزائري والحمد لله. ظروف قاسية فاست على الوطن، خاصة الجفاف، خاصة الكوفيد، خاصة توقف كل اقتصادات العالم. دونك ما عندنا واش نكذبوا على المواطن، ما عندنا واش نخبوا عليه. الشيء اللي ناكدوه له كوزارة أنه المنتوج الفلاحي موجود، المهنيين راهم كاع مسلحين باش يواصلوا في عملية الإنتاج، مساحات معتبرة من البطاطا خصصت. نقطة مهمة أخي الكريم، السيد الوزير تفطن إلى نقطة مهمة، أنه عندنا فيما يخص شعبة البطاطا اللي دات يعني أكبر حيز، عندنا المبكرة، عندنا الموسمية، عندنا بعد الموسمية. أكبر حجم من المساحات خصصة للزراعة الموسمية، سيتم إعادة النظر في هذه المساحات، سيتم توزيعها مرة أخرى بكيفية تحقق
فائض أو كمية معتبرة في المبكرة وفي البعد الموسمية، وبالتالي يكون هناك توازن على مدار السنة. سيتم تعزيز شبكة التخزين، شبكة ضبط الإنتاج، وهذا بالتنسيق بين كل الوزارات الفاعلة، وإن شاء الله بركة. إن شاء الله. شكرا جزيلا للشكر أستاذ حميد برناوي في الغرفة الوطنية للفلاحة على هذه المداخلة، وبالتوفيق في مهامكم. مشاهدينا نواصل جولتنا الإخبارية، وإلى ملف في نقاشنا الثاني المتعلق بقطاع السياحة. ومع انطلاق الموسم السياحي الصحراوي ضبطت الوكالات السياحية